تعرف هذا؟ اي والله يا بسم الله علي. وش موقف السواقه؟ دقيقه، ما اللي علمك؟ الله ما اقدر اصلح. هذا يطول عمر السلامه. والله ان السالفه دي ما تتصدق، كنا تونا ساكنين بيتنا الجديد، انا يمكن ثاني ثالث ابتدائي، صغير صغير مره صغير. واسمع، انا كنت فيني لقافه غير طبيعيه الى الحين طبعا، من يوم اني صغير وجاي واتسمع في واحد من الربع يعلم ولده السواقه، وجالس معه هو مناديني، ولده كبير، واضغط الكلتش كلتش السياره بالاول وفك شوي طلع الجير العادي معنا، واضغط بنزين قالوا تمام. المهم جاء اليوم الثاني، في بالي السالفه ذي عصر الا ذا الجيب، اظني جيت عند واحد من اخواني قلت انا بروح اسوق، قال رح، ما مصدق صغير ثاني ابتدائي واطمر في السياره دقيقه، كان تكفى يا ابو عابد، ودق سلف الجيب، جيب 91 صالون، واشغله وحط بالاول، صغير والله اني امد رجلي يا الله تشوف، وافك والله طمنزين والله إن ما تقطب الخط الا عيوني، واطلع وين رايح؟ واطلع مع البوابه حقت البيت. حلو طلعت مضبوط جدا. طبعا كان الحوش، احنا طبعا في مناطق زراعيه وكذا ما في اسفلتات، باقي جزء من الحوش ما بعد انبنى يسار، جزء بسيط، تونا ساكنين يمكن ثالث يوم افتتاحيه، واطلع مع البوابه وتله واخذ لفه، جاء خبليه في البيت السلطان جاب الجيب، يوم عاينته الاخواني طالعين برا في الشارع، سلطان ايوه ودي ولو تعدام، تحس اني دخلت مع الجدار اللي باقي ما انبنى، ابى البوابه بنت تدخل، ابى ادخل مع البوابه وامشي جنب الجدار وامشي والف على البوابه، بوابه تو ابوي بانيها وجديده واسوقها ايوه رب البيت، طبعا عاين فيها تنهدم كاني في حلم، اشوف الجدران تطيح جنبي اصدم. دخلت الا البيت اغلبه برا، ابوي واخواني يوم شفتهم وانا ادوس البنزين اخر شيء يمهم صيحوا ايوه رب البيت، طبعا الجدار اشوفه في المرايه يطيح، الدنيا جالسه تنهار فيلم اي عرفت المفجرات اللي في الفيلم، اشوف المرايه يطيح، باقي اهلي الحين عاد بقالي الا اهلي جاي يشترون في ردميه بطحه، يوم اقبلت والله يلهمني وانا اضرب الفرمل اي وسط البطحه، طبعا ما جاني اصابات ويرثع بالعائله كلها. ما جاني اصابات من الحادث، اكيد جاني اصابات ما بعد الحادث، اي هاي ضروري اي هي هذه كلنا نبغى من يد قادر في يد المشيط. بس اللي جاب السالفه ذي والله يمكن حتى نص اخوياي ما يعرفوها، والله رب انا عندي مصادر، والله والله انك خطر، والله عندي مصادر قويه اي والله. لا تطلب مني مواقفتك ليه؟ مو بطي عندي، تدري اقسم بالله خزنه في ذمك والله اكثر من 20 تراني مو بطي شخصيه، مجهز لك انا الى نهايه البرنامج اطيح من فوق، ان شاء الله الدنيا افلام دام عليك، خلنا على حبه حبه تكفى نحل.